اقسموا يا من الله خويا ما عندنا فين نمشيو. انا دارنا هي غير قريبه، ولكن اخويا امي الله ما اساس عندنا غير بيت واحد. واش نمشي اخويا نعيش مع خوتي؟ راه حسبي الله ونعم الوكيل. عاش الملك. وين اخويا بارك انت جو قال لك هاد الناس تخرجوا الدار الى السقوط، حجر كيطيح. انت اخويا كتشوف ما طيح والو، بالك اخويا جا حجر، بالك شي تراب، بالك والو. راه انا باركين اخويا ناسين، اقسم يا من ناسين ومأمنين، ما كاين اخويا واقع حتى شي حاجه. هاد الناس جاوا اخويا بغاو يخرجونا، علاش ما فهمنا شي حاجه؟ عاش الملك، عاش الملك، الله يجازيكم. كنتمنى من الله شي مسؤول ولا شي والو اخويا. خرجونا طوال، خرجوني طويله. السيد مريت الدواء ديالو ما هزوش. كلشي لداخل، كلشي. علاش اخويا؟ فانا مشي بغاوني نعس في الزنقه. ضروري يعاودوا نعطيونا البادي، ما عندناش اخويا فين نعسوا. من نهار ديالنا ما عندناش فين نمشيو. فين والله ما عندنا بالله. خويا بغاو يخرجونا. انا العيد كنخمو فيه. العيد هذاك الاخر كنخمو فيه الوليد، دابا تنشريو. شحال واحد في العمارة؟ ولا عمارة قول قول تسعود الناس اللي كاينين. ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة. الشقة ديال اخويا راه قديمة. قديمة اخويا راه 24 عام. لا 24 عام ولا أكثر. أنا نجيب لك دابا تصور عند راجل السيدة. أنا جيت اخويا هنا راه الدار عندي 16 عام، أقسم بالله العظيم جيت عندي 16 عام، وكما جيت اخويا هاد الشقة كما كتشوف هاد الشقة لقيتها هكا هي باقة. وجا عندنا الخبير ما مره ما جوج، وتنقول لي خويا الله يجازيك واش اخويا نخرج بحال هكا، تيقول لي واش انا قلتها لك؟ تيقول لي انا ما قلتش لك خرجي، يعني بقاي في محالك. ولو كون انا عندي دوك الناس اللي خرجوا كراوت انا غنخرج لكري بحالهم. مشينا عندهم العماله، مشينا عند رئيس المنطقه، مشينا عند القيد، اش كيقولوا لينا؟ كيقولوا لنا حنا ما غاديش نخرجوكم، حنا حيدنا المسؤوليه علينا. وفي الاخر يجيو يحيدوا يخرجونا بلا حوايج، راه حشومه راه عيب. راه يحس بي انا كي انا كي وليداتو كي ولاد غير الناس، راه بحال حشومه هادشي اللي كيديروا فيه.